هيا بنا. عم تفتح لي الباب لإليه؟ روح افتح لي الباب لفيفو، طلعها بالسيارة حاسسها إنها ملكي. يخرب زوقك شوفرت شقفة، كيف بحبوك هالبنات ما بعرف. عم بهتم فيك لما يصير معك مثل ما صار معك على الرصيف. شو بدك فيي أنا بدبر حالي. عيط لمدير أعمالك خليه يساعدني، بركي بيعمل له شغلة تنفع. شيل إيدك، مشي حدي بس أنت، ريحة سبيرتو تبعك بتدلني على الطريق. بدق إلى سمر قلي لها تحضر حالها، نحن ذاهبون إليها. مين سمر؟ صاحبتي. حلوة؟ قمر. إيه عال، هيك بيقعد بالنص، قمر على يميني وعلى شمالي. طيب يلا يلا، تأخرنا. بضل مأخر، كأنه شغله مقتل بعضه. شفت إنه ما بعرف إلا جفن؟ دخلك ليش وقفت بوكسك بنص الطريق؟ فسرتي لك كل شيء؟ كل شيء. هيدي ريحة دي جوندال جوستيفيادو لشويت على التوت. أكيد أنت راضي. إيه، أنا راضي. راضي وفاضي وحاضي الليل برفقة بجنة. بيسينا بزيت السيارة؟ نوعي بيسينا بس زرك. بيسينا زرك. ولي الشرف الليل انزرك معك هالزركي. كل شي بتحكيه بيرجع لك. قلع ابن عمي قلع، بس سوق عمهلك خلا تطول الزرفة. حبيب؟ لا. ما عندك صاحب؟ لا. ما عندك بوي فريند؟ لا. ما عندك شخصية؟ نعم. جاوبي على ذوقك مش على ذوقك. هيك أنا عبالي أرقص، ترقصي معي؟ أوكي. لحقيني على البيست. بيست، لحقونا. هاي. كتار ما عجبتك بيبي. كتر خير الله. شو يعني كتر خير الله؟ وانا حبيبي انت غاشي. ايه بس بغار. كتر خير الله. شو بتغاري يعني؟ بتحبيني؟ موت فيك. مش بس بحبك، بس انت صاير عم تعذبني. حبيبي ما بدها هالقد، هلا اضحك شوي لانه عم بيصورونا ومش حلو تطلعي بكره مكشره بالمجلات. لحقتي تطولي بهالعشر دقايق؟ شو بيك عم تتحشر لي بمرتي يا؟ دكتور راضي اندراوس، طبيب غدد وتريجلسيريد وكوليسترول، إذا المدام بدها شي عايزة شي هذا كارتي. سمر قديش بعد عندك تتخلصي جامعة؟ هيدا آخر سنة وبلش ستاج. بلش ستاج؟ برافو. هنيك. سألت عن حالي إذا عندي بوي فريند، بس أنا ما سألتك عن حالك. أنا إيه عندي جيرل فريند بلندن اسمها جين. هي تكون مشتاقة لها كثير. بدك صراحة؟ هلا مش مشتاقة لها أبداً. مهضوم. كل شي بتحكي بيرجع لك. ليكي سمر، فيي شوف من خارج؟ إيه شوف. لا بدي دس، أنا بشوف بصبيعي. أوكي. كثير حلو مخارك، مثل مخار بروكشيلز. كيف بتعرف النخير بروكشيلز؟ ما زل ما بتشوف الا بالدس. دسيت لها مخاره لبروكشيلز؟ ايه، كنت بلندن، كنت عم بحضر ماتش لزوجة اغاسي. كانت هونيك هي، قلت لها بروك يا بروك. اجت قلت لي شو؟ قلت لها في دس مخارك؟ قلت لي دسه. ايه، هونيك عقله منفتح مش مثل هون. وانا كمان عقلي منفتح. ايه، بس عقلك منفتح زياده عن اللزوم.
عليا هيدي عيب، في ناس عم تطلع فينا مش منيحة بحقي. هيدي بالمادة 14.15. Kiss me, my love. Be mine tonight. ابن عمي أنا فخور فيك، تهانينا، كنت كتير موفق الليلة. Thanks ابن عمي. فيفو كيف رايحة؟ زياد رح يوصلني. انتبهي له، ما عندي ثقة فيه. وأنا ما عندي ثقة فيك. لأني كامشك، عيبشك، شايف لك نواياك البشعة. تصبحوا على خير. أنا طالع شوف، ما توعيني بكرة الصبح بكير، عبالي شوفه كتر. أوكي حبيبي. شو قالت لك سمر؟ ما قدرت تعرف شيء، ساعة تحسه يقشع ساعة لا. لأنه محتال، بياخد 100 وحدة مثل سمر على البحر وبرجعهم عطشانين. أنا مش حاسس هيك. كل يوم عم بيمرق عم بحس أنا وابن عمي إنه كتير قراب من بعض، عم بحسه كتير طيب ولذيذ. يا ما تحت السواهي دواهي. منين بتصير جيب لي هون هالحكايات أنت؟ إنه شو كان انطباعها؟ هي من جوا بتعتبر إنه راضي ما بيقشع، بس هو كتير ذكي وإحساسه كتير قوي، ومش هيك نحن بنحسه بيقشع. وأنا بوافق الرأي، ابن عمي ما بيقشع بس كتير ذكي. ما كلنا بالعائلة هيك. يلا مشي مشي لوصلك على طريقي. مشي. باي بيبي. باي حبيبي. بعدك واعي؟ بجايين نشوف. ليش؟ في كم سؤال شغلين لي فكري، إذا بتجاوبنا عليهم بصراحة يمكن شوف بسرعة. سؤال؟ كذا مرة على الطاولة بالسهرة حسيت إنه في حركات بدون صوت بينكم وبين سمر. كنتوا عم تضحكوا علي شيء؟ ضحك عليك؟ ليش ما نضحك عليك؟ كنتوا عم تستلموني يعني؟ والله ورا ليش ما نستلمك حبيبي؟ بعرف، حسيت السهرة مركبة تركيب. في شيء كان مش مزبوط عم بيصير. ما قدرت أفرطه لأني طبعاً ما شفت. راضي رح اعترف لك، هذا زياد حط لي وسواس براسي. انا قلت زياد ورا الموضوع، شو حط لك براسك هالمجوي؟ انه انت بتقشع وعامل حالك ما بتقشع. هذا احلى وسواس سامه بحياتي. يا ريت هالوسواس مزبوط، كنت بسته لزياد بين عيون لو اني ما بطيق. خبرية حلوة تخليني اشع انا وعم بحلم. سوري يا ابن عمي، عن جد سوري. ابن عمي بحياتك تشك فيي. صحيح انا ما بقشع، بس شايف لك نظافتك وطيبتك. انا ما بغشك لاني بحبك. بنحب وما بنغشه. مادة 4.11. Good night ابن عمي. Good morning. انت الصادق ليه عم تظبط شعريتك؟ رايح لمطرح؟ رح تجنني انت. انا اكيد انه بيقشع 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 بيقشع. خلص زياد، عيب بقى يا زلمة. سكتلك كتير بس ما تاخد وجه، ما بسمح لك تتدخل بيني وبين ابن عمي. فادي انت اذكى من هيك، ما تخلي واحد مثل هيدا يضحك عليك. هتسكر الموضوع ولا شو؟ طيب هلا بس يجي بدي احط له فركوشي وشوف كيف بده يزيحنا. كبر عقلك يا زلمة. فادي لمبة الحمام احترقت، بكره بنغيرها. شو عرفك؟ سمعت بجت لان. بونجور ابن عمي. بونجورين انت السادي، قرب اعطيني بوصي. تبي زياد حط لك فركوشه بعد فشختين. شو بتشرب تنشرب؟ عمو القهوة بنشرب سوا. شفت 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 انه بيقشع. امين ابو الزيز بيقشع، قلت لك بيقشع. سوري مش قاشع. شفت انه ما بيقشع؟ ما اهم شخص يهتم باللوك تبعي، قوم صور ومهندس صوت ومهندس اضاءه. في كله موجود كله. ابن عمي ما نسيت شيء؟ مش لازم يكون في غنيه تنصورها فيديو كليب؟ بلشت التحضيرات. شو ما كتبت بيمشي بالراب، وهيك بترضي كل الشباب. دق الباب. الكل مشارك حتى راضي. حاسس حالي صحن لبنه بالبراد. بيضلوا راضي او مثل العاده؟ اسمعوني منيح شو بدي اقول لكم.